طيب فيما يتعلق بهذه الجولة، نتابع بأنه في الوقت الراهن هناك ارتفاع في الضرائب المفروضة على المواطنين في تركيا، وهناك حالة من حالات الحزن لدى المواطن التركي جراء هذه الضرائب الجديدة التي وقعت عليها. كيف تتابع هذا الأمر وما تأثيرات يعني الخطة الاقتصادية للحكومة التركية في الوقت الراهن، خاصة وأنها تسعى بشكل جدي للحصول على استثمارات عربية كبيرة فيما يتعلق بدول المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والدولة القطرية؟ يعني لا شك بأن الدعم الخليجي أو الدعم العربي الذي سيأتي لاحقا في مسألة الاستثمارات سينعكس إيجابا وسيخفف الأعباء على المواطن التركي وعلى الشعب التركي بشكل عام. ولكن أستطيع أن أقول بأن ما تقوم به حاليا المعارضة التركية وخاصة التجار ورؤوس الأموال الذين يتبعون للمعارضة التركية، هؤلاء لهم تأثير سلبي جدا على الواقع الاقتصادي داخل تركيا. هم يريدون انهيار العملة التركية، وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على الحكومة التركية. يريدون انهيار الحكومة التركية من خلال انهيار الاقتصاد التركي. ولكن أنا أتوقع بأن الدول العربية ومن خلال مساهمتها الكبيرة ماديا ستقوم بإنعاش وانتعاش للاقتصاد التركي، وسيعود الاقتصاد التركي قويا مثل ما كان في السنوات الماضية. وهذا الأمر أنا أتوقع سيحصل من خلال الزيارات التي سيقوم بها سيد أردوغان.